مثل رئيس صحر العاج السابق لوغون غباغبو أمام المحكمة الجناية الدولية في جلسة لتثبيت التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالاشتباه بتدبيره خطط تشمل خصوصا عمليات قتل واغتصاب من أجل البقاء في السلطة عقب فوز خصمه الحسن وطرف الاقتراع وفق نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية وصدقت عليها الأمم المتحدة. وتجمع عشرة المؤيدين لغباغبو خارج مقر المحكمة وسط مدينة لاهاي للمطالبة بالإفراج عنه. بدون غباغبو لن يكون هناك سلام على المجتمع الدولي للإفراج عن غباغبو لأنه لم يفعل شيئاً. الحسن وتارا هو الذي يجب أن يكون هنا بمعية ساركوزي. واعتقل غباغبو بمعية زوجته سيمون التي صدرت مذكرة توقيف بحقها من المحكمة الجناية الدولية بعدما أصر على البقاء في ملجأ محصن تحت الأرض في مقر إقامتهما في أبيجان في العام 2011.